السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اين الضجيج العذب والشغب؟ اين التدارس شابه اللعب؟ اين الطفولة في توقدها؟ اين الدمى في الارض والكتب؟ اين التشاكس دون مغرض؟ اين التشاكي ما له سبب؟ اين التباكي والتضاحك في وقت معا والحزن والطرب؟ اين التسابق في مجاورتي شغفا اذا اكلوا وان شربوا؟ يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيثما انقلبوا، يتوجهون بسوط فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا. فنشيدهم باب إذا فرحوا، ووعيدهم باب إذا غضبوا، وهتافهم باب إذا ابتعدوا، ونجيهم باب إذا اقتربوا. بالأمس كانوا ملء منزلنا، واليوم ويح اليوم قد ذهب. وكأنما الصمت الذي هبط أثقاله في الدار إذ غرب، إغفاءة المحموم هدأتها، فيها يشيع الهم والتعب. ذهبوا، أجل ذهبوا ومسكنوا، في القلب ما شطوا وما قربوا. إني أراهم أينما التفت نفسي، وقد سكنوا وقد وثبوا. وأحس في خلدي تلاعبا، في الدار ليس ينالهم نصب، وبريق أعينهم إذا ظفروا، ودموع حرقتهم إذا غلب. في كل ركن منهم أثر، وبكل زاوية لهم صخر. في النافذات زجاجها حطب، في الحائط المدهون قد ثقب، في الباب قد كسروا مزالجه، وعليه قد رسموا وقد كتبوا. في الصحن فيه بعض ما أكلوا، في علبة الحلوى التي نهبوا، في الشطر من تفاحة قضب، في فضلة الماء التي سكبوا. إني أراهم حيثما اتجه عيني، كأسراب القطا سرب، دمع الذي كتمته جلدا لما تباكوا عندما ركبوا. حتى إذا ساروا وقد نزعوا من أضلوعي قلبا بهم يجب، قد يعجب العذاب.